حياكم الله مشاهدينا. عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. حملة مؤاخاة هي حملة انطلقت بمبادرة شبابية من القائمة البيضاء في نقابة المهندسين الأردنيين، بالتأكيد لدعم وصمود وثبات أهلنا في غزة. إذن مشاهدينا، حملة مؤاخاة، سيحدثنا أكثر عن هذه الحملة، أهدافها، أين وصلت، حجم التفاعل معها الحملة، المهندس أنس صالح وهو منسق هذه الحملة، حملة مؤاخاة لدعم صمود أهلنا في غزة. حياك الله يا باش مهندس. حيا الله أخ دعاء، أهلا وسهلا فيك ومشكورين على الاستضافة. العفو، حياك الله، وما شاء الله جهودكم جبارة ومباركة، ودائما إحنا نقابات المهندسين نفتخر بها وبأدائها، ولها يعني تاريخ ومسيرة مشرفة. فالآن يعني في هذه في طوفان الأقصى ومعركة غزة الأخيرة، أكيد لكم يعني مجهود كبير وعظيم، وهذه الحملة نموذج. نتحدث بداية عن لماذا هذه الحملة وفكرتها، كيف يعني خطرت لكم مثل هذه الفكرة؟ الله يجزيكم الخير. في البداية أولا يعني نحيي مقاومتنا البطلة، ونحيي شعبنا حاضن هذه المقاومة على جهودهم وصبرهم وثباتهم، وقبلة نطبعها على جبين كل شهيد روى بدمه ثرى فلسطين وثرى غزة. الحملة يعني الدمار اللي بنشوفه والفيديوهات والصور اللي بنشوفها يوميا، وربما كل دقيقة وليس كل ساعة نرى مشاهد يعني تدمي العين وتدمي القلب. صحيح. وما يستطيع الإنسان أنه يقف مكتوف الأيدي أمام هذه المشاهد، فكان لابد من خطوة ومن تحرك ندعم به هذا الصمود. جميل. فكانت فكرة مؤاخاة، الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي ذكرتيه في بداية الحلقة، كان يعني هو الدافع والمنطلق الشرعي للتحرك، والمشاهد اللي بنشوفها كان الدافع الإنساني أنه نتحرك في باتجاه دعم صمود أهلنا في غزة. فكرة الحملة بشكل سريع وبسيط، مثل مؤاخاة الرسول صلى الله عليه وسلم بين الصحابة بين المهاجرين والأنصار، هي اكتشفنا أنه والله إحنا عم بوصلنا من غزة فيديو وبنقدر نوصل فيديو لغزة، بوصلنا مكالمة وبنقدر نوصل مكالمة. فكانت فكرة مؤاخاة أنه إحنا ممكن زي ما بصلنا الفيديو نوصل الفيديو، زي ما بصلنا الرسالة نوصل رسالة، وإذا ممكن نودي فلوس فممكن نودي فلوس. ففكرنا أنه هل ممكن أنه نحصل أرقام عائلات ناس هناك، آلية تواصل معهم، كيف نوصل لأرقام آمنة سهل الوصول إليها، عائلات موثوقة حالاتها مدروسة. فتواصلنا مع بعض الزملاء في غزة، فدلونا على نقابة المهندسين في غزة. للأمانة الشباب في النقابة هناك يعيشون الحدث من داخله وليس من خارجه، لا يقفون موقف المتفرج، فكان تفاعلهم رائع وسريع معنا. مباشرة خلال يومين أو ثلاثة كانوا مقدمين لنا كشف بحوالي 100 اسم، 75 عائلة منهم شهداء مهندسين استشهدوا في هذه الحرب. فالداتا كانت شبه جاهزة يعني، أو أخذت منهم يوم أو يومين حتى جمعوها. فكانت الفكرة أنه يلا مباشرة إحنا نشتغل مع الناس. الهدف كان في جزء منه معنوي، أنه إحنا نتواصل معهم هناك، نضمد جراحهم، نحكي معهم كلمة طيبة، نجبر خاطرهم، نبث الأمل في نفوسهم، وناحية أخرى ما نستطيع من تقديم دعم مادي. قلنا إذا تركنا الموضوع مفتوح ربما يكون في تفاوت، فأخذنا قرار أنه يكون مبلغ ثابت $150 شهريا لكل عائلة، وعلى مدار 6 أشهر لين تستقر الأمور على خير إن شاء الله، أو ما ندري شو بصير، لوقتها يتخذ فيها قرار. للأمانة كان عندنا تخوف أنه 100 عائلة كيف نتواصل معهم، كيفنا كذا. باشرنا واجهنا مجموعة من التحديات، أصعبها كان الاتصالات يوم برن وثلاثة أربعة لا، يوم بتجيب واتساب يوم لا. صحيح. فضغطنا وحاولنا وكثفنا التواصل. الحمد لله في القائمة البيضاء عندنا هيكلية جيدة، موزعين على شعبنا الهندسية، ف
سهولة الحركة والفلكسيبيليتي فيها عالية. حلو. فوزعنا 100 اسم على هالمجموعات بناء على كثافة المهندسين فيها. بفضل الله تعالى في أقل من شهر كنا مأمنين كفالات للمئة عائلة. كثير هذه ناس الكفالات مهندس صالح من عائلات المهندسين. طبعا عائلات مهندسين. عائلات مهندسين. بالضبط. عائلة أردنية، الأب والأم والأولاد يتواصلون مع كامل العائلة هناك. يا سلام. هاتفيا عبر الواتساب كذا. للأمانة كان لها أثر من ردود الفعل اللي سمعناها من المهندسين اللي هون، كم أثرت في نفوسهم إنه إحنا قدرنا نوصل لواحد في غزة أو لعائلة أو لأرملة أو لزوجة شهيد أو نحكي لها كلمة انضمت جراحها فيها، انبث الأمل في نفسهم. للأمانة الأثر اللي كان علينا أكبر من يمكن الأثر صحيح. اللي كان عليهم. صحيح والله. يعني بقدر ما نعطي بناخذ أكثر. إحنا بالضبط كمان بالضبط. أنا أكاد أجزم إنه إحنا أخذنا أكثر مما أعطينا. صحيح. فكان لها وقع في النفوس طيب يعني. وحتى الناس إنه في أسماء ثانية قلناهم إحنا يعني اللي وصلنا زودناكوا فيه. بفضل الله بشهر 12 تم تأمين الكفالات كاملة. طبعا إحنا في القائمة البيضاء ما استلمنا ولا قرش. كل الفلوس راحت من العائلة مباشرة للعائلة هناك مباشرة. كان في شوية صعوبات في التحويل وتحديات، لكن في النهاية مشيت. يعني هي حوالي على ويسترن يونيون، على الاسم، على رقم الهوية كذا، فكانت تمشي الأمور. ربما تتأخر حوالي يوم يومين ثلاثة، لكن على الأقل كان يوصل المبلغ ويعني سد رمقي يقضي بعض الحاجات الأساسية. صحيح. اللي كان لابد من تأمينها يعني. جميل جميل. يعني مهندس صالح وحضرتك عم تحكي كتير خطر لي أفكار وأسئلة. مثلا على سبيل المثال هذا الاستهداف في هذه المعركة للعائلات بشكل خاص وتدمير البيوت على رؤوس ساكنيها، واضح تماما الاستهداف للمرأة والطفل واستهداف الأسرة بكاملها. فأن تأتي هذه المبادرة عائلية من عائلات لعائلات، هذا شيء جميل ورائع. سأسمع منك إجابة عن هذا الموضوع، وإنه فعلا الفكرة رائدة أن تكون من عائلة لعائلة وأن يتم التواصل بشكل مباشر معهم. يعني أنا ما بسلم مبلغ أنا كعائلة لنقابة المهندسين، لا، أنا بتواصل مباشرة معهم وبطمن عليهم وبعطيهم المبلغ. فهذا شيء كمان يعني جميل ورائع أن يتم التواصل بشكل مباشر، ومش بس مادي، في جانب معنوي في الموضوع. الله يجزيك خير. يعني مجموعة أسئلة كلها جميلة ومهمة للأمانة. للأمانة يعني ما بدي يفوتني إني أنا أشكر المهندسات تحديدا عندنا في القائمة. دائما المرأة يعني مميزة للأمانة صراحة. كان أداؤهم أكثر من رائع. الله يعطيهم العافية. ربما العاطفة اللي موجودة عند المهندسات أو عند أخواتنا أكبر من عند اللي موجودة عند الرجال. يعني حرثوا الأرض حراثي وهم اشتغلوا. الله يعطيهم. ما في تعبير أبسط من هذا أتكلم فيه. للأمانة قبلوا بلاء حسن، وزائد يعني هم لما كانوا يتواصلوا ويشوفوا الأثر يعطيهم دافع وحماس إنهم يشتغلوا أكثر. صحيح. وما ننكر جهد الشباب أيضا. طبعاً بالتأكيد. اشتغلوا برضه. يعني أنا بدوري بدي أوجه تحية لكل العاملين على هذا المشروع وبخاصة النساء، لأنه عن جد المرأة قادرة على تلمس احتياجات المرأة بشكل يعني 100%. هذا ترى الجزء يعني من التفكير إنه فعليا لا يعرف حاجات البيت او. صحيح. حاجات الاسره اكثر من الزوجه. صحيح. فهذا ساعد كثير في نجاح الحمله للامانه. موضوع انه في تواصل واتصالات برضو هاي كانت طيبه ولها اثر، وكانت هي خلينا نحكي الهدف الاساسي قبل الماده، مع اهميه الماده، لكن الاثر المعنوي ربما تلفون من عائلة أردنية. صحيح. لعائلة غزية تخليه ثابت في مكانه ما ينزح ولا يتحرك، يقول لا أنا بدي أظني ثابت في أرضي، في حدا بسأل عني، في حدا متابع وراي. موضوع أنه يودي الفلوس، للأمانة لما رحنا لنقابة المهندسين كنا نسعى أنه ناخذ كشف آمن، أنه نضمن أنه العائلات هاي خلاص الحالات هاي صحيحة موثوقة ما فيها مشاكل، بحيث اللي بده يحول فلوس بكره ما حدا يقول له ليش حولت لفلان، هذا عليه علامه استفهام. وهذا الامان الهاجس موجود ولابد انه نفكر فيه. في ناس يعني كثير بتتخوف من بالضبط هذا الموضوع. بالضبط. وما زال التخوف موجود، لا اقول انه ذهب بشكل كلي، لكن اللي جرب وذاق حلاوه التجربه بقول لك في كمان زيدون. صحيح.
لا وكمان فيما لو لا سمح الله بعد هيك صار في حساب محاسبة هاي المحاولات وين بتروح، إنه في جهة موثوقة كنقابة المهندسين القائمة البيضاء هي اللي زودتنا وهي بالضبط التي يعني نقابة المهندسين في غزة. نعم. احنا تواصلنا مع النقابة في غزة. نعم. ومشكور نقيب المهندسين والشباب في الهيئة الإدارية هناك تعاونوا معنا بشكل سريع وارتاحوا لأنه التعامل المباشر كان بيننا وبين الناس مباشرة، فهم كانوا بس مسؤولين عن تأمين حالات موثوقة صحيحة يعرفوا أصحابها بشكل جيد. جميل. فهيك تقريبا احنا غطينا خلينا نحكي الجانب اللي بيعمل تخوف عند الناس. وعفوا المبالغ ال 150 دولار شهري مبلغ بسيط فعليا لا يساوي شيء أمام ما بشكل ما مخاوف أو هواجس. ما بشكل مخاوف من ناحية ولا بشكل شيء أمام صحيح. ما قدموه يعني حالات بيوت ثمنها 100,000 و 150,000 دمرت صحيح. بالكامل صحيح. هاي عيلة كانت ساكنة فيها وين بدها تروح لا أكل ولا شرب في ظل الغلاء لما كمان. أي نعم. سبحان الله بدأت الحملة مع بداية الشتاء والبرد، الناس اللي طلعت من بيوتها طلعت في صيف صحيح. وبدأت مشاكل صحيح. البرد تظهر، فكانت الحمد لله كان لها أثر طيب. نعم يعني البعض اللي ممكن إنه يزيد المبلغ هو حر في ذلك. ما في مشكلة. بس إحنا حطينا الحد الأدنى بحيث يكون على الأقل في تساوي يعني. غلاء المعيشة الغلاء فاحش هناك. صحيح. للأسف يعني صحيح. التجار الحرب عم بيشتغلوا بطريقة بشعة. فعلى الأقل نأمن الحاجات الأساسية فهذا بنكون يعني جميل. يعني أبرأنا ذمتنا أمام الله تعالى إنه يعني إحنا عملنا اللي بنقدر عليه. وحلو التفكير خارج الصندوق. أينا. يعني إنه كمان أنا أضمن استمرارية هذا الدعم. في ناس بتدعم لمرة مرتين ثلاث، بس إنه أنا أشعر إنه في عائلة لا هاي في رقبتي وأنا مسؤول عنها، فهذا مدعالي أني أستمر في إني أضل أبعد. نقطة جيدة الله يجزيك الخير. طبعا إحنا كل اللي قدموا كفالات مشرطين عليهم إنه في أي شهر ما بتقدر تقدم الكفالة ضروري تبلغنا حتى نأمن بديل. جميل. ما بصير العائلة يجيها شهر وشهر لا. جميل. لا إحنا مندبر بديل يغطي عنك الشهر هذا، الشهر اللي بعديه قدرت يا منوديك لعائلة تانية أو جميل. يعني خلاص بيكون الكفيل الثاني توكل بالعلم. إنه إحنا مش بدنا نعمل مبادرة وخلاص. بالضبط. كان بإمكاننا نقولهم أعطونا 1000 اسم ونغطي 1000 اسم شهر وبعدين نوقف. لا خلينا على المية الأولى نضمن استمراريتها وثباتها. جميل. يعني أتوقع أي شخص عنده التزام شهري مشيله 4-5 شهور فيه بصير جزء من مصروفه بصير يحطه على جنب. بينما شهر وشهرين بنساه. صحيح. فهاي برضو ساعدت كثير. قليل دائم خير من كثير منقطع. بدنا احنا نشوف اعلان الحملة ورقم التليفون. هلا انتو في 100 عائلة حكيت لي الان 100 عائلة الحمد لله تأمنت كفالة. بتجهزوا كمان للي بانتظار كشف جديد من النقابة ممتاز. في غزة اذا توفر شيء ان شاء الله بيكون طيب. متاح للي بدي يحط اسمه الان مثلا وفي حال توفرت الكشوفات تحكوا معه. هذا هلا الرقم اللي موجود على الإعلان هذا رقم على الواتساب ممكن نعم نتواصل عليه. نطلع الإعلان أمامنا مشاهدينا إعلان الحملة حملة مؤاخاة وفي رقم الهاتف حيحكي لنا المهندس. تمام. من الأشياء الطريفة اللي صارت على رقم التلفون إنه الإعلان زي ما انتشر في الأردن انتشر في غزة. فصاروا عائلات من غزة يبعثوا إنه إحنا كيف ممكن نشترك في الحملة دلونا على الطريق نقول لهم روحوا على نقابة المهندسين. فصارت نقابة المهندسين وهاي يعني هاي ميزة لمؤسسات المجتمع المدني إنه أثرها في المجتمع بيكون ظاهر في الأوقات الصعبة. صحيح. أكثر صحيح. من أي شيء ثاني. صحيح. فالحمد لله كان لها أثر طيب إنه راجعوا النقابة إن شاء الله بتمشي الأمور. فكان لها أثر طيب. وهذا الرقم موجود ممكن إحنا بأي وقت نتواصل يبعثوا رسائل يحجزوا وإن شاء الله مجرد ما تأمن أسماء الشباب بيكونوا مجدولينهم ببرمجوا العائلة. جميل. حابين تنقلوا هالفكرة لعدد أكبر مثلا من النقابات من جهات ممكن إنها تطبق نفس الفكرة؟ إحنا الفكرة للأمانة إحنا زرعنا البذرة وبدنا الشجرة تكبر. أه. واللي بيقدر ياخد منها شتلة بيكون جيد. فأنا جميل. أنا من هون باسم القائمة البيضاء في نقابة المهندسين أدعو كل النقابات وكل مؤسسات المجتمع المدني لعمل مثل هذه المبادرة في نقاباتهم والتواصل مع النقابات الرديفة لهم في غزة أو مؤسسات المجتمع المدني ومحاولة اللي عفوا يعني لو في نقابات ما دخولهم دخول أعضائهم ما بسمح لهم ب 150 دولار بقدم 50 بقدم 70 بقدم 100 ما أستطيع ولا أني ما أقدم شيء.
صحيح. طيب مهندس أنس، الآن إن شاء الله تنتهي هذه المعركة وهذا العدوان على غزة وتنتهي بنصر مؤزر تحقق إن شاء الله وسيكتمل بإذن الله. بعد ذلك ستبدأ مراحل أخرى، مراحل صعبة من إعادة الإعمار ومن مساعدة الناس للرجوع إلى بيوتها وكل ذلك. هل ستستمر الحملة فيما بعد ذلك؟ إحنا بإذن الله تعالى الحملة متعهدين فيها لست شهور ونتابع بكل ما أوتينا من قوة. بعد الست شهور بدأت بشهر 12. يعني الآن إحنا نهاية الشهر هذا إن شاء الله في دفعة ثانية بإذن الله تعالى حتندفع. يعني لنهاية شهر 5 بإذن الله تعالى إنه بتكون انتهت الغمة هاي، وربما تكون الحملة في قادم الأيام أكبر من 100 عائلة وأكبر من 150 دولار بإذن الله تعالى بالتعاون مع كل مؤسسات المجتمع المدني وكل اللجان. ونسأل الله تعالى أنه يرفع هذه الغمة عن الأمة كلها إن شاء الله يا رب. يعني إحنا عن جد هالمبادرات والله هيك بتخلينا نشعر بالفخر والاعتزاز بشبابنا وبمؤسساتنا، والمبادرات كثيرة واللي عن جد بيدور على أبواب لتبرعاته ولأنه يدعم الأهل في غزة لن يعني يجد صعوبة أبدا، لأنه كثر هم من يقومون بمثل هذه الحملات. فإن شاء الله بنتمنى على مشاهدينا اللي بيشوف مثل هاي المبادرات وحابب أنه فعلا يتبرع ويوصل للأهل في غزة أنه يبادر بالتواصل. تفضل حبيب توجه رسالة. رسالتنا الأخيرة اللي ما نقدمه لأهلنا في غزة هو جهد المقل، ولازم نكثف جهودنا ونكبرها والكل يشتغل باتجاه دعم غزة ودعم أهل غزة ودعم صمودهم اللي يعني فاق كل التوقعات. هذه من ناحية. والناحية الثانية يعني أسأل الله تعالى أنه لا ينطبق علينا قول الشاعر: قد أسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي، أو ربما معتصماهم طلقت ملأ أفواه الصبايا ليتمي لامست أسماعهم لكنها لم تلامس نخوة المعتصم. في النهاية إذا ظلينا قاعدين وراء الشاشة ونبكي ونتطلع ونتألم وزعلانين وما تحركنا، هذا نحاسب عليه أمام الله عز وجل، وسيقف الطفل والأرملة والشهيد كل أمام الله يوم القيامة يقول هذا خذلني. فنسأل الله تعالى أن لا نكون ممن خذل أهل غزة، ونقدم ما نستطيع، ونسأل الله أنه نقدر نقدم أكثر من هيك بإذن الله تعالى. إن شاء الله يا رب. جزاكم الله خير. الله يقويكم ويتقبل منكم، وإن شاء الله يعني دائما كل ضيف أنا بحكي له إحنا حناخدك بعد إن شاء الله نهاية هذه المعركة ونتحدث بأثر عن جد اللي قمنا فيه خلال هالفترة وأثره على أهلنا هناك بعد النصر. أنا بتمنى بعد المعركة نروح نعمل حلقة هناك يا رب، ونشوف الناس والله. ونحكي معاهم عيانا مش على التلفون والله. ولا على الواتساب، ونضمد جراحهم ونشيل معاهم في الردم ونشيل معاهم في كل شيء. نسأل الله ذلك. وبالنهاية مهندس أنس هذا شرف، يعني من يدعم أهل غزة ويسندهم ويؤازرهم هذا شرف له، وهو كما قلنا يأخذ أكثر مما يعطي. وربنا هيك يبارك لكم إن شاء الله في بيوتكم وفي صحتكم وفي عافيتكم ويتقبل منكم. كل الشكر لك المهندس أنس صالح، وكنت قد حدثتنا حول مبادرة حملة مؤاخاة كالجسد الواحد، وهي حملة لدعم صمود الأهل في قطاع غزة من القائمة البيضاء في نقابة المهندسين الأردنيين. شكرا جزيلا. شكرا لكم. إذن مشاهدينا بالتأكيد نعود ونؤكد على ضرورة وأهمية أنه دائما نبحث عن هذه الجهات وهذه المؤسسات وهذه المبادرات حتى نكون نحن ضمنها وجزء أساسي منها، ونوزع الخير على كل مناطق غزة. يعني مش معنى أني أنا شاركت في مبادرة ومنطقة أخرى من قطاع غزة أو جهة أخرى احتاجت أنه خلص والله أنا أعطيت هون خلص، لا، خلينا كلنا بكل مناطق غزة يكون لنا سهم معهم في الجهاد في الإسناد في المؤازرة، وهم لا يخفى عليكم إنهم بأمس الحاجة لدعمنا ومؤازرتنا. إذن مشاهدينا سنكون بعد فاصل مع الفعاليات التضامنية اللي بنطلب من حضراتكم المشاركة فيها، وخاصة الفعالية التضامنية ليوم غدا الفعالية المركزية بدنا نشارك فيها بقوة وبأعداد كبيرة. فاصل قصير وسنعطيكم تفاصيل هذه الفعاليات، فابقوا معنا.